النهارده هنتكلم مع بعض على موقف من المواقف اللي ذكر في الكتاب المقدس عن السيدة العذراء. الحقيقة لما بنبص في الكتاب المقدس في مواقف قليلة اتكتبت عن العذراء باستثناء الإصحاحات الأولى والميلاد، بعد كده ما بنلاقيش حاجات كتيرة. لكن الحاجة الجميلة خالص إن إحنا لما بنتأمل حتى في المواقف الصغيرة اللي اتذكرت في الكتاب بنتعلم حاجات كتيرة خالص عن شخصية العذراء، وبنعرف ليه الكنيسة ادتها المكانة الأولى بين القديسين، وقد إيه مدايح وترانيم وكنائس باسم العذراء، حاجات كتيرة خالص كلنا عارفينها وبنعيش فيها. السيدة العذراء طبعا كأم الإله ما في شك إنها أمنا جميعا وكلنا بنتعلم منها. تعالوا النهاردة نشوف الموقف اللي حصل في عرس قانا الجليل، المعجزة الأولى اللي عملها السيد المسيح. وفي هذه المعجزة الأولى هنشوف دور السيدة العذراء. اللي حصل إن طبعا السيد المسيح اتربى في الناصرة، والناصرة دي بلد في الجليل ما يشفي اليهودية. وطبعا على مدى السنين العائلة بتاعة السيد المسيح لها اتصالات ومعارف وناس، فالفرح ده حصل في قانا الجليل. قانا الجليل بلد بتبعد حوالي 10-12 ميل من الناصرة، فيعني لازم يمشوا يسافروا في الوقت ده بقى. يعني بص زي ما يكون واحد مسافر من هنا مثلا، في الحالة دي احنا بنقولها السفر، لكن زمان كان سفر من هنا لكنيسة الفالي مثلا أو لكنيسة تورنس. دلوقتي احنا بالعربية بناخدها في نص ساعة ولا حاجة، لكن في وقتها كان هتاخد نص يوم، واحتمال قوي انها تاخد اليوم كله بيستريحوا في السكة. يعني ايه مسافة كبيرة، ولكن المسافة دي ما منعتش السيدة العذراء انها تروح، ويبدو انها كمان راحت لوحدها في الأول. ليه بقى؟ لأن الأفراح في الوقت ده كانت حاجة كبيرة قوي. احنا صحيح دلوقتي برضو كبرنا في الأفراح وبقت حكاية برضو كبيرة، لكن زمان كان ممكن يكون الفرح كذا يوم. ليه؟ لأن الناس برضو كانت بتسافر، فلما يجي واحد يسافر المدة دي كلها الناس يعني مش هقول هيقولوا لهم احضروا الفرح والريسبشن وبعدين روحوا، مش ممكن. وطبيعة الأمور كانت كده فعلا، إن الفرح بيمتد أيام، وفي هذه الأيام بيبقى في أكل وشرب واحتفالات، يعني حاجة كانت بتبقى مناسبة كبيرة خالص. فالسيدة العذراء راحت إلى هذا المكان، وطبعا راحت قبلهم، قبل السيد المسيح والتلاميذ بتوعه. ليه؟ لأن في استعداد للفرح، في أكل لازم يتعمل، وفي توضيبات في البيت لازم تتعمل، وفي استعدادات كبيرة، وفي طبعا كلنا بنعيش هذه المواقف وربنا يزود أفراحنا جميعا، وبنشوف قد إيه مجهود بيتحط في الأفراح. في هذا الوقت طبعا كان ما فيش الإمكانيات حتى بتاع دلوقتي، فكانت بتحتاج إلى مجهود كبير جدا. هنا بنجد أول صورة السيدة العذراء، يعني مش عايز أقول أول صورة، لكن من الصور اللي فيها السيدة العذراء خادمة محبة للخدمة، محبة للآخرين. أما تسمع عن مناسبة هتحتاج شغل ومجهود وتعب، هي أول واحدة تروح، هي اللي تروح وتخدم وتساعد، هي اللي في الموقف. ودي بتدينا صورة جميلة خالص نفتكرها لما نبص للسيدة العذراء. طبيعتها طبيعة خادمة، طبيعة محبة للآخرين، طبيعة تعطف على الآخرين، طبيعة أنها مملوءة محبة نحو الآخرين. فراحت إلى هذه البلد قانا الجليل، وطبعا قعدت تستعد للفرح ومع الناس اللي هم هناك كده. وبعدين السيد المسيح راح بعد شوية مع التلاميذ بتوعه. الكتاب بيقول لنا في اليوم الثالث، وحنرجع لكلمة في اليوم الثالث دي بعدين، كان في عرس في قانا الجليل، وكانت أم يسوع هناك. عشان كده بقول لكم
دي من إنجيل يوحنا الإصحاح الثاني، أن السيدة العذراء يبدو أنها كانت سبقته. وبعدين وكان مع يسوع وتلاميذه، ودعي يسوع وتلاميذه إلى العرس. طبعا الناس دول يبدو أنهم كانوا ناس كرمة جدا ومحبين، فعزموا السيد المسيح وتلاميذه إلى هذا الفرح، والسيد المسيح طبعا برضو حضر معهم وحضر هذا الفرح. طبعا الكتاب بيعلمنا ان احنا فرحا مع الفرحين، فدي حاجة نقطة مهمة، ان احنا يكون لنا شعور المجاملة وشعور المشاركة مع الآخرين، سواء في الأفراح أو في غير الأفراح. هذا شعور المحبة ده مفروض ان هو يملأنا كلنا كأولاد للمسيح، وكلنا كأخوة في الكنيسة وكأعضاء في جسد المسيح الواحد، مفروض ان يبقى عندنا هذا الشعور. راح السيد المسيح وراح التلاميذ بتوعه وقعدوا، وبعدين حصلت بقى ايه مفاجأة هنا مش كويسة قوي. ايه؟ الخمرة اللي كانوا بيستقوا منها انتهت. وساعات احنا يتهيأ لنا لما بدل عندنا فائض وعندنا حاجات كتيرة ان دي عمرها ما تنتهي، لكن الصورة هنا بتورينا ان ممكن يحصل حاجة. صحيح ان احنا عندنا كتير وربنا يزيد، لكن دايما لازم نحط في بالنا ممكن يحصل احتياج، واذا ربنا سمح بهذا زي ما هنشوف ربنا هو اللي يحل هذا الاشكال. السيدة العذراء هي اللي حست بالموقف تقريبا اول واحدة، والاحساس هنا ليه درجات. ساعات ناس مننا هاخد مثلا نروح الافراح مثلا، يقعدوا مثلا الناس في الفرح، في نوعيات من الناس. في ناس مجرد انها ايه مشاركه، يعني انا جاي ايه انا ماليش دعوه، الفرح او المناسبه عيد ميلاد او اي حاجه انا ضيف، اقعد واكل واشرب ويضيفوني واروح كويس قوي، انا قضيت اللي علي. في ناس للاسف الشديد شعورها النقد، تدور على الحاجه الغلط، تشوف فين اللي ناقص، بتدور لغايه ما يستريحوش الا لما يلاقوا الحاجه الغلط. لكن لو الامور كلها ماشيه كويس قلقانين. دول الناس طبعا اللي ما عندهمش الروح المسيحيه الحقه. بنشوفهم في المناسبات، وبنلاحظها، وتلاقي ناس تخرج بعد الفرح وتقول يا سلام شوف ده كان مش عارف ايه ناقص، وشوف ده كان بتاع ليه، ودي كان منظر الفستان العروسه ايه، وما الاكل كان ايه. دايما عندنا روح النقد، او ممكن على الاقل حاضرين وما لناش دعوه اللي بيحصل. تلاقي في نوعيات تانية خصوصا بين السيدات الفضائل، عندنا الفاضلات في الكنيسه، تلاقي في ناس يحبوا يخدموا، تلاقي ما يستريحوش ان هم يقعدوا سواء كضيوف، وما بينتقدوش طبعا، لكن ما يستريحوش الا اذا خدموا واشتركوا. دي النوعيه بتاعه السيده العذراء، كانت معزومه وموجوده، كان ممكن تقعد، ودي ام السيد المسيح، الكل يعني اقعد انت ست العذراء بمحبتها ومكانتها معروفه. لا، السيده العذراء راحت وخدمت، وهي اللي حست. شوف، مش مجرد احساس عقلي، يعني انا شايف ان في مشكله هنا يا ربنا يكون في عينهم، لا، الاحساس بتاعها درجه اعلى كتير. حست بيهم وانفعلت بيهم، شعرت بشعورهم، حطت نفسها في موقفهم. ده الاسره على وشك انها فضيحه الايام دي، ازاي الخمره انتهت، يبقى الكل هينتقد الاسره. طب دلوقتي يعملوا يروحوا يشتروا؟ ما فيش، يشتروا منين؟ ده الدنيا بالليل وكده، هيروحوا فين البلاد السفر في الوقت ده؟ هيشتروا لمين ولا لمين؟ مين اللي هيدفع؟ مين اللي هيروح؟ مين اللي هيجي؟ مشكلة. مين اللي حس بالناس دول؟ اللي حس بيهم السيدة العذراء بمحبتها الفياضة، بالشعور الحنان بتاعها، بإدراكها لكل اللي بيحصل حواليها. راحت وإيه؟ لقت السيد المسيح قدامها، جريت له، ليس لهم خمر. ده الموقف اللي احب ان احنا
يكون عندنا نحو بعضنا البعض. هذه المحبة اللي هي تستر لما يكون في موقف محتاج إلى مساعدة، أكون أنا أول من يساعد وأول من يشارك وأول من يكون في المقدمة. ليه؟ هذا يقتضي مننا هذا الشعور، هذا الإحساس النقي، الإحساس اللي كله طهارة وكله إحساس روحي قوي بالآخرين، منفعل معاهم، بشترك معاهم في أحاسيسهم. ليه؟ لأننا كلنا في أعضاء جسد المسيح الواحد، زي ما بولس الرسول بيقول لنا لو عضو تأثر الأعضاء التانية تتأثر بيه. هل إحنا عندنا فعلا هذا الشعور؟ كان عند السيدة العذراء، هي الأم، هي اللي ادتنا المثل، هي الأولى في هذا الشعور، وراح فعلا بهذه المحبة أعتقد السيد المسيح. عشان كده بنستغرب على رد السيد المسيح لما لقى عندها هذا الشعور القوي، ليس لهم خمر. اتصرف يا رب، أنا عارف أنك تتصرف، كان رد السيد المسيح. ساعات إحنا ما بنعرفوش قوي، قال لها مالي ولك يا امرأة، إن ساعتي لم تأتي بعد. المسيح بيتكلم على طبعا صلبه وخيامته، يقول لها لسه ها انت هتستعجليني، ها هتخليني ابدر معاد خدمتي وتبشيري ومعاد صلبي، انت عارفه ان لسه المعاد. وهنا السيد المسيح لازم نعرف كويس جدا انه بيكلم امه بمنتهى الاحترام. ساعات ناس قالوا ازاي يقول مالي ولك يا امراه، لا امراه هنا يعني يا سيدتي، زي ليدي بالانجليزي. ها فهذا الشعور الاحترام الكامل لوالدته والرد اللي رده عليها السيد المسيح بيثبت لنا مكانتها عند السيد المسيح. من هنا خدت الكنيسة نقطة الشفاعة. السيدة العذراء لها دالة قوية مقبولة عند ابنها. منين نجيب الحكاية دي؟ هل ده كده احنا قعدنا وقلنا هي العذراء عشان امه يبقى ليها دالة؟ ده طبعا صح، ولكن عندنا دليل قاطع، برهان قوي. ايه هو القصة؟ بتقول كده، بتقول ان السيد مالي ولك يا امرأة، ان ساعتي لم تأتي بعد. ممكن واحد يفتكر يبقى معناها ان العذراء مش هتعمل حاجة او المسيح مش هيعمل حاجة. رد العذراء غريب جدا، مهما قال لكم فافعلوه. يدل على ايه الرد ده؟ بيدلنا ثقة العذراء التامة في ان المسيح هينفذ اللي هي بتقوله. ما علقتش على الكلام، بصت للمسيح قال لها كده طيب، راحت قالت للخدام مهما قال لكم فافعلوه. ايمان عندها غير عادي، وده اللي احنا دايما نطلب منها شفاعتها. ليه؟ هي شفاعتها مقبولة. ليه؟ لأن إيمانها كامل. فهي لما بتطلب حاجة من ابنها هذا عندها الثقة التامة الكاملة إنها هتحصل، وهذا الإيمان هو اللي بيخلي المسيح يقبل شفاعتها مقبولة. ليه؟ لأن عندها هذه الدالة الثقة الكاملة والإيمان في ابنها. مهما قال لكم فافعلوا، أنا عارفة إنه هيحل المشكلة. ودي الحاجة اللي احنا لازم نتعلمها لما من السيدة العذراء، لما يكون في مشكلة نطرحها عند أقدام المسيح، نقول له يا رب زي ما، وبعدين نتعلم منها مهما قال لكم فافعلوه، زي ما ربنا يقول لنا نعمل. يكون عندنا مشكلة نعرف ان في الحل هيحصل، يا رب الموضوع ده في ايدك، ليس لهم خمر، حلوا انت يا رب. وبعدين نستنى، ساعات الحل ما يعجبناش قوي ونقول فين ربنا، ده احنا قلنا، ده احنا عملنا. شوفوا الخدام عملوا ايه. المسيح قال لهم ايه؟ املأوا الاجران ماء. طبعا ممكن قوي كانوا يقولوا ايه نملأ اجران ماء، ايه اللي هيحصل والميه دي هتعمل ايه؟ احنا بنقول عايزين خمر، الخمر انتهت ازاي يعني؟ ممكن الكلام ايه، اكيد حصلت في مخ الناس دول شيء من يعني كده، ايه الموضوع ده، ايه نملأ الاجران ماء دي؟ خدوا بالكم دي ست أجران. كانوا اليهود يحطوا دايما في مدخل البيت هذه الأجران كبيرة، كل واحد بيساع 20-30 جالون، يعني حاجة كبيرة. جالون زي جالون اللبن اللي بنشتريه من الماركت ده، أو المية ده 20-30 جالون الواحد بس.
كانوا يستخدموها طبعا وهم جايين من السوق زي ما بنقرأ في العهد الجديد، يغتسلوا لازم قبل ما يأكلوا، لهم فرائض كتيرة، المية دي مهمة جدا. فالسيد المسيح بيقول لهم لقوا الأجران دي ماء، كان ممكن لا نفذوا الكلام بتاع السيد المسيح. وبعدين قال استقمت وادوا الرئيس المتكئ، أصبحت الماء خمرا. إذن هنا الطاعة والتسليم التام. احنا حطينا المشكلة في ايد المسيح، المسيح هيحلها. ممكن الحل احنا في نظرنا مش اتأخر او مش عجبنا شوية او ما كان ممكن يتحل بطريقة تانية، ده شعور إيمان ناقص، عدم فهم روحي. اللي نحطه في ايد المسيح نثق ان الحل هو اللي يقول عليه، زي ما يقول لنا نعمل، زي ما نحس. ساعات كده هتلاقي ربنا هيكلمك، هتلاقي حاجه موقف يظهر قدامك تقول يا رب انا سمعت، انا فهمت انت عملت كده ليه. وده اللي الناس دول اختبروه. ليه؟ لان السيده العذراء اعطتهم هذا المثل، أعطتهم هذا الحاجة العملية قدام عينيهم. هي قالت له كده وقالت لهم مهما خال فعلوه، وتدخلت وحلت الإشكال، وهم نالوا بركة الطاعة وبركة إن هم السيدة العذراء تدخلت بالنيابة عنهم. ودي معناها الشفاعة، معناها إن فيه الأم الحنون، مش كده بنقول دايما في الترتيلة كالأم الحنون بك نستعين. دي كلمات حلوة. كل الحاجات الحلوة اللي الكنيسة بترتلها وبتقولها في هذه الأيام، يا ريت كده نشوفها جاية منين. هذه الأم الحنون دي لأن احنا شفنا فيها أم حنون حنت على الناس اللي عندهم إشكالات، واللي كانوا في موقف محرج، واللي كانوا ممكن يبقوا فضيحة في وسط هي حلت لهم الإشكال بطريقة عجيبة، بحيث أن الخمر ده فاض، ده كمية كبيرة جدا. ودي بتورينا نعمة ربنا. ده أنت لو حسبوها، في ناس قالك ده يساوي زي 700 لتر، يعني المول الجالون 4 لتر تقريبا، فيبقى كمية كبيرة قوي. يعني ربنا لما بيحل بغنى، بيوكل زي ما وكل الجموع وكلوا فاض. فده كان بشفاعة السيدة العذراء، تدخل السيد المسيح حل الإشكال والكل فرح ونال بركة شفاعتها. أنا عايز أختم إن إحنا ننقل الموضوع ده ببعد تاني، يعني القصة لها معنى روحي. المعنى الروحي جاي إزاي؟ الكتاب أوله بيقول إيه في اليوم الثالث؟ ناس كتير من المفسرين قالك إيه اليوم الثالث ده وجات إزاي وكده، لكن في الواقع إن إحنا لو خدنا بالنا من المغزى القصة الروحي، القديس يوحنا اللاهوتي بيتكلم على حاجات لها عمق تاني. يعني القصة حقيقية وحصلت هو الوحيد اللي ذكرها، وذكرها في الأول، ولكن لها معنى روحي. إيه اليوم الثالث ده؟ المسيح هو إيه؟ هو العريس، مش كده؟ هو في عريس موجود، لكن في الواقع هنا المغزى الآخر أو البعد الآخر للقصة، العريس جاي. هو ذا العريس قد أقبل. المسيح جاء إلى العالم، العريس جاي، هو عريس الكنيسة، وراح الفرح بتاع الكنيسة. أما يجي العريس يبقى في فرح. العذراء استقبلت المسيح باسم البشرية، جريت ناحيه بتقول له إيه؟ ليس لهم خمر. ده صوت البشرية على مدى قرون طويلة. يقول الكتاب في وقت مجيء المسيح وكان كثيرين منتظرين فداء إسرائيل، وكان سمعان منتظرا ينتظر تعزية إسرائيل. ناس كتيرة حاسة نفسنا المسيح يجي يخلص العالم من كل الشرور اللي فيه. العذراء بتعبر عن هذا الشعور بالنيابة عن البشرية كلها، بتقول له ليس لهم خمر. الناس محتاجة إلى خمر. إيه الخمر ده؟ الخمر ده هو دم السيد المسيح.
فالرمز هنا بيقول له يا رب، يا رب تعالى بقى، ما احنا مش قادرين نستحمل ده صوت العذراء. صحيح في مشكلة مادية قدامنا ووا، لكن لها معنى روحي. عشان كده المسيح رد عليها وقال لها ايه؟ قال لها حاجة لها علاقة بالخلاص. مالي ولك يا امرأة، ان ساعاتي لم تأتي بعد. ايه اللي جاب دي يا رب؟ الكلام هنا بين اتنين على مستوى ما يبلناش لما يوحنا كتب لنا، وبعدين يوحنا في الآخر يقول هذه بداية الآيات فعلها يسوع، فآمن به، فرأى تلاميذه مجده وآمنوا به. يعني هنا العريس جاء إلى العالم ليخطب لنفسه العروس اللي هي إيه؟ الكنيسة. وزي ما يوحنا قال من له العروس فهو العريس، هو العريس بتاع الكنيسة جه وخلصنا واعطانا بقى ايه الخمر ده، اعطانا دمه الالهي، هو ده اللي احنا بنخلص بيه، هو ده الفرح الحقيقي في السماء، هو ده اللي هنعيش بيه في السماء، هو ده الحاجة الاساسية في الفرح بتاع المسيحية كلها، فرح وسلام. المسيحية البشارة، الانجيل بشارة مفرحة، والمسيح بدأ كرسته بفرح كبير جدا، فرح رمزي إلى الفرح الحقيقي، رمز إلى الفرح الحقيقي اللي هو هيكون كلنا في السماء. لما نقرأ في آخر سفر الرؤيا، نختم بالآيات بتاعة سفر الرؤيا، في آخر سفر الرؤيا كلها نلاقي كلام عن الفرح والعريس. وخرج من العرش صوت قائلا سبحوا لإلهنا يا جميع عبيده الخائفين. سبحوا، التسبيح والفرح في ايه؟ في الفرح. الصغار والكبار، وسمعت صوت كصوت جمع كثير وكصوت مياه كثيرة وكصوت رعود شديدة قائلة هللويا، فإنه قد ملك الرب الإله القادر على كل شيء. لنفرح ونتهلل ونعطيه المجد، لأن عرس الحمل قد جاء. شوفوا الفرح ايه جاي منين؟ عرس الحمل قد جاء، حضر. نفرح ونتهلل، ماشي. وامرأته هيأت نفسها. مين امرأته؟ امرأة العريس مين؟ الكنيسة. احنا امرأة العريس، احنا الكنيسة هي العروس. يا ريت هل هيأنا نفسنا لمجيء المسيح؟ هل نحن مستعدين وعلينا زي ما بيقول وقد أعطيت أن تلبس بذًا اللي هو الحرير نقيًا بهيًا، لأن البذ هو تبررات القديسين. هذا هو المعنى الجميل جدًا لهذه المعجزة. العذراء بالنيابة عن البشرية، أم البشرية، شفيعة البشرية، بتقول يا رب ليس لهم خمر. راح المسيح قدم المعاد وأنقذ البشرية وعمل الفرح الحقيقي اللي احنا كلنا جزء منه، كلنا مدعوين. طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف. مين المدعوين إلى عشاء عرس الخروف دي؟ أنا وإنتي وإنتي وأنا وإنت، كلنا مدعوين إلى عشاء عرس الخروف. كلنا هنبقى جزء من هذا الفرح، كلنا أولاده معاه، كنيسته وشعبه اللي حيفرح بينا لما نكون طبعا مستعدين وعلينا لباس العرس. ليبارك الرب هذه الكلمات ويعطينا بركة أمنا السيدة العذراء في هذه الأيام المقدسة، له المجد للأبد.